رايح وي. بألف خير. 32 كانون الثاني يناير يومين وبيخلص شهر كانون الثاني يلي كان أول ثلاث أسابيع منه حلوين للأبراج الترابية تحديدا لمواليد برج الجدي. من 10 أيام الشمس موجودة تقريبا، 10 أيام ببرج الدلو الهوائي حتى 18 شباط فبراير. إذا كيف رح بيكون هالنهار إذا القمر موجود اليوم ببرج الثور الترابي اليوم وبكرة، يعني آخر يومين بهالشهر الجو رح بيكون حلو للأبراج الترابية تحديدا مواليد برج الثور لأنه القمر ببرج العذراء وأيضا مواليد برج الجدي. خلونا نبلش الأبراج ونشوف هالنهار كيف راح بيكون. البداية طبعا مع برج الحمل يلي امبارح أول امبارح كان القمر ببرجه، كان عم يحتفل بصفحة شهرية جديدة. 13 مرة بالسنة بنحتفل بصفحة شهرية جديدة، مرة بالسنة بنحتفل بصفحة سنوية جديدة اللي هي بتبدأ عيد ميلادنا، بس لما القمر يصير ببرجنا بنحتفل بصفحة جديدة. اليوم هيدي بلشت امبارح أول امبارح يومين مرقوا عند برج الحمل، عطيو عذر وعطيو قوة وعزيمة ليبدأ أمر جديد ولأنه بسيط لكن شيء جديد. اليوم القمر موجود ببرج الثور يلي هو بالنسبة لبرج الحمل بيت المال. مولود برج الحمل بدك تعرف إنه اليوم ولأنه الشمس بهالفترة من السنة مضواية على جزء الاجتماعيات، على جزء الأصحاب، على جزء الانتماء اللي أنت بتنتمي له، الجمعية، المؤسسة، النادي، الزمالة اللي أنت موجود فيها، أي مجموعة أنت بتنتمي لها أو موجود فيها من دون ما تعلن انتمائك على العلن. المهم في دعم رايح وجاي بين مولود برج الحمل والمجتمع من حولك. حاول مولود برج الحمل انك تستفيد من هالوضع اليوم. والاكثر تعبا 23 اذار مارس و19 نيسان ابريل. بعد في 3 دقائق عندي بعد 11 برج. ننتقل لبرج الثور. بالنسبه لبرج الثور القمر ببرجك مولود برج الثور، الجو بالنسبه لك بيحمل دعم، بيحمل تقدم، بيحمل قوة لحتى تنطلق صفحة جديدة، بداية جديدة. عند مولود برج الثور تقدر تقرر، وبعض مواليد برج الثور بين اليوم وبكرة بيبدأوا عمل جديد أو بيستلموا مسؤولية كتير كبيرة وكتير مهمة. الأكثر حظا 23 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الجوزاء، مولود برج الجوزاء اليوم نهار عندك بعتبره شوي هادي، شوي غير نافع، منه هالقد مفيد لك. اذا حابب انت تاخذ موعد كثير مهم يمكن تتاجل المواعيد، وهيك نهار مناسب لحتى تاخذ فيه استراحه بريك، وحتى فقط يمكن تراجع حساباتك وتقرر على مساله نهار الخميس او الجمعه. والاكثر حظا مولود 20 حزيران يونيو. بالنسبه لبرج السرطان بعتبره نهار اريح من اليومين اللي مرقوا، هنالك تبادل لمعطيات كثير حلوه، تبادل لمعلومات، لخبره، لكفاءه بينك وبين محيطك. بعتبر هالنهار مفيد لك وضروري تطلب استشاره ما تستحي. الاكثر حظا 11 12 13 تموز يوليو. بالنسبه لبرج الاسد بعتبره من الايام اول شيء حتى 18 شباط فبراير الجو عند مولود برج الاسد ضاغط ومتطلب. إذا جينا على نهار عملنا زومينج أكثر على هالفترة بنلاقي إنه اليوم من الأيام المتطلبة جدا، التقصير ممنوع، الإهمال ممنوع، الارتجالية ممنوعة، إيد من قدام إيد من ورا كمان ممنوعة تروح على شغلك، انتبه من المشاكل، لقاءات كثير مهمة فخليك مضبط وقد حالك. الأكثر حظا 25 26 تموز يوليو، ويمكن عند مواليد برج الأسد يكون في اجتماع كثير مهم وتقدم بانتظارك. اما بالنسبه لبرج العذراء لانه القمر موجود ببرج صديق لك اليوم وبكره، بعتبر نهايه الشهر كثير حلوه ومطمئنه لمولود برج العذراء، قادر تطلع من هالجوره اللي وقعت فيها بهالاربع ايام اللي مرقوا. نهار جيد لمولود برج العذراء، افكارك وطموحاتك كثير مهمه وكثير كبيره. الاكثر حظا 25 ل 27 اب اغسطس، وكونوا حذرين لانه كوكب المريخ الكوكب الشرير اللي كنا عم نحكي عنه موجود عندك 15 16 17 ايلول سبتمبر.
بالنسبة لبرج الميزان، مولود برج الميزان نهارك اليوم أفضل من اليومين اللي مرقوا، في مجال لترجع تزبط الأمور، في مجال حتى ترجع تاخذ وتعطي مولود برج الميزان، لكن انتبه على مسائل استشفائية، أمور مصرفية ما تهملها، في ناس بتطلب منك اليوم بتحط عليك شروط، فحاول تتكيف مع الوضع. الأقل حظا 25 سبتمبر 22 أكتوبر. بالنسبة لبرج العقرب، القمر موجود مقابلك، الشمس بهالفترة من السنة موجودة في موقع شوي متوتر أو موتر، يلي هو البيت الرابع، شؤونك الخاصة وشؤون مؤسستك الداخلية. اليوم في كتير أخذ وعطى مع هالأشخاص القريبين منك، سواء بشغلك أو الهارد كور أو بعائلتك وأخواتك منزلك. في احتمال يكون في اجتماعات كتير ضرورية، طول بالك، نهار متوتر عند مولود برج العقرب ومعقول يحمل مشاكل. تبقى الأكثر حظا 11-12-13 نوفمبر، فإذا بدكم تحكوا وتجتمعوا وتطلعوا بنتيجة مرتبة، بدكم تحكوا على مهل مواليد برج العقرب من دون ما توجهوا كلام جارح للآخرين. نوصل لبرج القوس، مولود برج القوس اليوم انهار، ومولود برج القوس شوي طويل، مولود برج القوس ما بيهدى بشغله، بمدرسته، بجامعته، ست البيت ما بتهدى، حضروا حالكم لنهار متعب جسديا، صحيا كمان بدكم تنتبهوا لحالكم، يمكن بتضلكم على التليفون طول الوقت او بتضطروا تتنقلوا بالسياره من مطرح لمطرح كل الوقت، اذا نهار متطلب جسديا. الاكثر حظا لكن منه عاطل، الاكثر حظا 24-25 نوفمبر. بالنسبه لبرج الجدي، نهار كثير حلو لمولود برج الجدي. الشمس الموجوده هالفتره من السنه ببيت المال تسلط الضوء على كل الامور الماليه. لانه اليوم نهار بوزيتيف، لانه نهار جيد، مولود برج الجدي بعتبر نهارك في ربح، في مكاسب، في تقدم، في ناس بتشجع وبتسمع كلام كثير حلو، وعلاقتك مع اولادك واحبائك منوره وجيده جدا. الاكثر حظا 24-25-26 ديسمبر، وبلوتو اللي هو من الكواكب الشريره المزعجه عند 30-31 ديسمبر. نوصل لبرج الدلو، القمر اليوم يلي هو بحالة تربيع، موجود بعقر دارك. الشمس طبعا كلنا بنعرف انه الشمس موجودة ببرجك، يعني عندك امر جديد عم بينطبخ ومفروض يخلص ل 18 شباط فبراير، مفروض تخلص الطبخة. اليوم وين التركيز؟ التركيز على شؤونك الداخلية الخاصة، بيتك، عم بتعمر، عم تشتري بيت، عم بتبيع بيت، عم تستأجر، عم بتظبط، عم تحتفل بزواج، بارتباط، بفك ارتباط، عم تحتفل بحدث عائلي حلو، ولادة طفل، عم تعمل وراء هجرة، كل هالأمور عند مولود برج الدلو، وأمور صحية أيضا كمان عند مولود برج الدلو معقول تكون شوي متقلبة عندك أو أحد أفراد العائلة. لذلك حاول ما تتوتر، طول بالك ليمشي نهارك بسلام اليوم وبكرة، وبتنهي الشهر بسلام اللي هو شهر كتير حلو الجاي مقبل عليك. كون حذر 18 شباط فبراير. آخر الأبراج برج الحوت، مولود برج الحوت القمر موجود اليوم بموقع يسلط الضوء على قدراتك الذهنية الفكرية الجسدية، ما في حدا أسرع منك، سرعة بديهة، سرعة تصرف، سرعة جسدية، يعني حتى إذا عم تركض اليوم أنت عندك شوية نشاط. كلماتك فيها تكون كتير ذكية وكتير قوية وبمحلة. حاول مولود برج الحوت فقط تنتبه لامتحاناتك، لكلامك، ليكون ما يكون في التباس أو خطأ، رجع عيدون. بجميع الأحوال قادر اليوم مولود برج الحوت أنه بالكلمة وبالقلم توصل للانت بدك اياه، سواء كنت طالب بتشتغل او ما بتشتغل او ست بيت، بالكلام تقدروا تحلوا كل اموركم. انتبهوا بس 19 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم يلي بانتظاره سنه حلوه، سنه مهمه، عائليه، منزليه، شخصيه، مهنيه ايضا وصحيه، بدكم تفتحوا عيونكم. شباط فبراير، حزيران واكتوبر، حزيران يعني يونيو شهر 6 واكتوبر تشرين الاول، هني افضل الاشهر. بدي اتمنى لكم نهار كتير حلو، برجع بلتقي فيكم بكره بنفس الوقت. باي باي.